ثلاث قصائد نصحا وإرشادا للشيخ الشاعر الأديب فهيد الشيباني. يا أهل سينا بقولي تكفون تكفون، لا تنشرون إلا ثمين الكلام، من شعر كل أصحابكم يستفيدون، وتحصلون الشكر والاحترام، والناس اللي ينشر الخير يدعون، وللي مشى بالنصح والالتزام، وكونوا من اللي بفضله الذكر يحيون أوقاتهم ويكثرون السلام، والقول ربي باخر الليل يتلون قيام، واكثر خلق ربي نيامي، يرجون عفو المستعان ويخافون من موقف فيه الخلائق زحامي، وحذرا من الليل المعاصي ينادون، يدعون جهال البشر للحرام، والعبد لا بده مكفن ومدفون ما دامت الدنيا لخير الأنام. واختامها يا أهل السنابات تكفون، حثوا على الطاعة بكل اهتمام. القصيدة الثانية. يلي تسوي لجمال القول رتويت رتوت كلام المصطفى والصحابة، واسجد لربك كل ما أصبحت ومسيت حتى يجي له وسط قلبك مهابة، وليذن المذن وقمت وتوضيت ومشيت للمسجد ولفت بابه، دخلت وسط الصف الأول وصليت قرأت من قول الولي في كتابه، ودخلت وسط الصف الأول وصليت قرأت من قول الولي في كتابه، وبعد الصلاة مع الجماعة تنحيت وذكرت ربك واستعذت بجنابه، يا بايا روح الضنك هو التنايت لا عاد باقي وسط صدرك كآبة. يلي تسوي لجمال القول رتويت رتوت كلام المصطفى والصحابة، واسجد لربك كل ما أصبحت وامسيت حتى يجي له وسط قلبك مهابة، يا بايا روح الضنك هو التنايت لا عاد باقي وسط صدرك كآبة. ثالثة. يا مسرف بالمعاصي عجل التوبة، قدام نفسك رسول الموت يبغتها، واحذر تطاوع ابليس بقوله النوبة وبقول دنياك توك في بدايتها، ترى الدقايق على الانسان محسوبة، والكل نفس النهاية ما تعدتها، والذنب يلي فعلت الذنب لحوبة، ضيق الصدر والكآبة من علامتها، ومن تاب توبة نصوح تكفر ذنوبه، التوبة الصادقة زلتك جبتها، ويا غافل احذر تفوتك حزة التوبة، تمني النفس لين الموت يبغتها، يا مسرف بالمعاصي عجل التوبة، قدام نفسك رسول الموت يبغتها.